بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم بخير وسعادة ونور وسرور، ويا رب يجعل العشر الأواخر من رمضان عشر بركة وفتحة علينا جميعا يا رب العالمين. أهلا بحضرتك سيدي. أهلا يا مصطفى، وكل سنة وانت طيب، والسادة المستمعين الكرام. وطبعا رمضان خلاص يعني يحمل يعني متاعه يعني ويتركنا سريعا ويغادر. والله يا سيدي. سيدي أنا حابب قبل ما نبدأ الحلقة النهاردة لو حضرتك تنصحنا نصائح سريعة يعني نتعامل معاها ونستغلها في العشر أواخر من رمضان. طبعا حاضر، أحييك أولا على الفكرة المهمة. وإذا جاءت العشر الأواخر من رمضان تسارعت همم الصالحين إلى تشييد اللبنات الختامية والأخيرة للطاعة. بما معناه إنه إذا كان الإنسان طوال شهر رمضان مقبل على المولى وامتلأ فؤاده بالأشواق إلى الملأ الأعلى، وذاق شيئا من تلاوة القرآن العظيم ومن معنى إكرام الخلق والبر بهم، فلما بتدخل العشر الأواخر من رمضان يشعر أهل الله تعالى بأنه الزمن بدأ يجري والأنفاس بدأت تتسارع، ولازم تزداد الهمم، ولازم يغتنمون العشر الأواخر، ولازم يبقى فيه نهوض إلى, 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 إلى الإقبال على الله. ولذلك الوارد في الحديث يا مصطفى في شريف علم السادة المستمعين أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءت العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله وأقبل على ربه. يعني حال الكمال في المعرفة بالله يجعل صاحبه يدرك شرف الوقت ونفاسة الزمن، فيغتنم كل نفس فيه وكل لحظة فيه. فالمعنى بس الذي نوصي به السادة المستمعين إنه يا جماعة لا يكونن عند حضراتكم، يعني مع كامل التقدير والإجلال، لا يكونن عند حضراتكم غفلة عن هذا الزمن الشريف. طبعا في ليلة القدر كلما اقترب الزمن منها ازدادت النورانية التي تسطع حولها. يعني تخيل إحنا هنا وإحنا على بعد 150 مليون كيلو متر من الشمس، ويصل إلينا ضوء الشمس والشعاع والحرارة، فكيف إذا اقتربنا ثم اقتربنا ثم اقتربنا ثم اقتربنا حتى تكون الشمس على مرمى حجر منا، كيف مدى السطوع والتألق والنورانية والروحانية التي تكون؟ فكيف بليلة القدر التي تتنزل الملائكة والروح فيها حتى تضيق بها جنبات الأرض من ملائكة الرحمن؟ إذن يا جماعة اغتنموا هذه الأيام الطيبة. أمين يا رب العالمين، الله يحققنا بها ويجعلنا ممن أدركوا ليلة القدر. سيدي احنا بنكمل رحلتنا النهاردة، مين معانا النهارده سيدي؟ معانا النهارده يعني نبي عظيم ومحبب الى القلوب، وذاته كلها ذاته كلها لطف وكلها حنان وكلها بهجة. حديثنا اليوم عن عبد كريم ونبي عظيم وسيد مبجل وإمام مفخم، إمام هدى، وله في قلب سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم محبة خاصة، وله صلة روحانية ونبوية خاصة بالجناب النبوي. نتحدث اليوم عن سيدنا عيسى ابن مريم عليه صلوات الله تعالى وتسليماته. طبعا سيدنا عيسى انت اذكر انك انت عملت له يعني مقطع خاص بيه، صح؟ طبعا. وبرضو اذا كان مواتي ليك ومناسب ممكن نسمعه في خواتيم الحلقة. لكن سيدنا عيسى في وجداني وفي وجدان كل مسلم وفي وجدان كل انسان على ظهر الأرض، يعني سيدنا عيسى يمثل مكانة خاصة ويمثل نبوة خاصة به، لأن الله تعالى جعل مجيئه إلى هذه الدار بمعجزة، حيث حملت به سيدتنا السيدة مريم العذراء البتول عليها سلام الله وصلواته، حملت به بمعجزة إلهية ونفخة نفخها روح القدس جبريل، فتخلق سيدنا عيسى عليه السلام في رحمها الكريم فولد لغير أب، فنسب إلى أمه العذراء البتول سيدتنا مريم. سيدنا عيسى عبد الله ورسوله ونبيه وروح منه وكلمة منه، لأنه عليه صلوات الله وتسليماته أراد أن يكون شاهدا وناطقا على كمال العبودية للحق بكل لحظة فيه، بذاته وباسمه وبجسمه وبمآله وبمسيرته وبنبوته. فكانت أول كلمة نطق بها، وكان له معجزة النطق في المهد وفي الصبا وفي الصغر، كانت أول كلمة استهل بها كلامه لتكون شاهدا على الخلق إلى يوم القيامة، إنه بيقول قال إني عبد الله.
فالجذر التأسيسي والأساس الذي بنيت عليه مناقب وفضائل وشمائل وكمالات سيدنا عيسى أنه مقر للحق جل جلاله بالعبودية المحضة وبالعبودية الكاملة. طبعا ستنا سيدة مريم لها القصة المشهورة إنه لما أن شعرت بثقل الحمل ولم يسبق لها زواج وخشيت على نفسها أن تتهم وتساء بها الظنون عند قومها، جاءتها واقعة من الوقائع المجهدة والتي تدل على عظم همم أهل الاصطفاء عند المولى وأنهم يتحملون الابتلاء. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لثقل المقام الذي حملت به. فناداها من تحتها، مين الذي ناداها من تحتها ومن تحت إيه؟ قولان عند المفسرين. قول يقول أن الذي ناداها من تحتها هو سيدنا عيسى حينما وضع وتم وضعه ناداها من تحتها. طيب، أو أن يكون المنادي هو سيدنا جبريل ومن تحتها، يعني من تحت النخلة التي ستهزها ستنا سيدة مريم فناداها، يعني جبريل من تحتها أي من تحت النخلة التي آوت إليها، أو فناداها يعني عيسى من تحتها يعني من تحت سيدتنا مريم في لحظة ولادته. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. إيه بقى كلمة سرية يا مصطفى؟ أيوه. إيه ما الذي يخطر لك من كلمة سرية؟ تلتبس عند السادة المستمعين أو عند بعض من يسمع الكلام كلمة سرية بكلمة ثرية بالثاء، بينما كلمة ثري بالثاء غير كلمة سري بالسين. إحنا هنا القرآن بيتكلم عن كلمة سري. السري هو المعظم من الناس، الوجيه في قومه، الذي له بين الناس مكانة ومنزلة وشهامة، وله منزلة اجتماعية رفيعة، يسمى سري في قومه، غير كلمة ثري اللي معناها أنه صاحب أموال. يعني في إنسان تكون له مكانة بين الناس لثرائه وسعة ماله، وفي إنسان له بين الناس الوجاهة الاجتماعية للحكمة والعراقة والأصل الكبير والمكانة الاجتماعية الكبيرة. فالسري هو السيد المعظم في قومه. علشان كده أحمد شوقي مثلا في الأبيات يقول على سيدنا النبي في القصيدة أتيت والناس فوضى لا سرات لهم. سرى جمع سري، يعني العظيم الموجه الحكيم الذي يرجع الناس إلى رأيه ويركنون إلى قومه. ده قول. أو القول الآخر أن السري هو النهر الصغير، يعني الجدول المنحدر من النهر، يعني منروح كده النهر النيل ونلاقي طلع منه كده فرع من الفروع صغير، قوم اللغة العربية تسمي الفرع الصغير ده السري. فإما أن يكون قد جعل ربك تحتك سريا، يعني سيد ممجد معظم له شأن في الدنيا والآخرة، أو على القول الثاني قد جعل ربك تحتك سريا، يعني جنبك هو نهر صغير من الماء. إيه المرشح والمرجح لكلمة الماء وأن السري هو جدول الماء؟ إنه بيقول لها بعدها فكلي واشربي وقري عينا. الشرب هيجي منين؟ من السري ده، من النهر ده. والأكل يجي منين؟ من تساقط عليك رطبا جنية. أو أن يكون السري السيد المعظم، فكلا المعنيين يؤدي إلى تحقيق المعنى. والشاعر كان بيقول فتوسط عرض السري وصدع مسجورة متجاورا قلامها، في الشعر العربي الفصيح استخدام كلمة سري بمعنى النهر الصغير. إذن كان هذا مشهد ممهد للأنوار التي ستسطع بعد لحظات ونشير إليها من كمالات ومناقب وفضائل النبي الكريم الذي نعيش في هذه الحلقة سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام. عليه السلام. بارك الله فيكم سيدي. بعد إذن حضرتك نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل في الرحلة العظيمة دي مع السيد المسيح عيسى بن مريم. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ولسه بنتكلم عن سيدنا المسيح عيسى بن مريم، ومبسوط أنا قوي يا سيدي بالتفصيلات دي، بالتفصيصات بتاعت معاني الآيات، لأنه إحنا في قصة المسيح سيد المسيح بناخدها من القرآن الكريم بالمجمل. صحيح. لكن نعم. التفاصيل دي مهمة بتوضح لنا الصورة أكتر. نعم. طيب، إحنا كنا أشرنا إلى مشاهد تمهيدية فيها الحوار الذي جرى بين سيدتنا مريم وسيدنا جبريل، والبشارات التي تبشر به، إنه بيقول فناداها من تحتها ألا تحزني. يعني ألا تحزني دي يا مصطفى، يمكن
تفكرك مثلا بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر الصديق في الغار: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إيه؟ لا تحزن إن الله معنا. فشأن أرباب النبوات دائما مع من يسعدهم الله تعالى بصحبتهم أنهم يرفعون الحزن عمن يحبهم وعمن يتعلق بهم. فهنا سيدنا عيسى يقول لأمه فناداها من تحتها ألا تحزني، وهناك الجناب النبوي المعظم يقول للصديق أبو بكر: لا تحزن إن الله معنا. طيب، يبقى إذن شأن أهل الله دائما وورثة النبوات أنهم يرفعون الحزن عن الخلائق ويرفعون الشدائد ويدفعون الكروب ويدخلون السرور ويزيلون الحرج عن الناس. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. فشأن سيدنا عيسى عليه السلام أنه دافع للحزن. ولذلك أنا قلت لك كلمة في البداية أن سيدنا عيسى أشعر في شخصيته وفي روحه المكرمة، أشعر فيه بنسق البهجة. كان عليه الصلاة والسلام يعني مغموسا بالبهجة، ولذلك الآية الكريمة أشرنا إليها المرة اللي فاتت مع سيدنا موسى: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يعني جعله الله تعالى معظما في الدنيا ومعظما في الآخرة ومحبوبا عند الله، يعني أسعده الله بمحبته، يعني أشاع الله له في الوجود الوجاهة. فهذا شأن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام. طيب، قومي قول لك ستنا السيدة مريم: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. يا أخت هارون إزاي وبين سيدنا موسى وبين سيدنا عيسى حوالي 1400 سنة في الزمن، فليست أخته على الحقيقة، لكن يا أخت هارون يلحقونها بنبي الله هارون أخو موسى في التقوى. يعني يا من أشبهت هارون، زي ما يقول لك الشاعر: أنا الحب وابن الحب والحب لي أخ. الله يعني إيه أخ؟ أنا أخ الحب، يعني يقول لك حلو الفكاهة وأخو ثقة. أخو ثقة يعني إيه؟ يعني كأن الثقة تؤاخيه، كأن المحبة تؤاخيه. يعني يقول لك هو أخو علم وصاحب، زي كلمة صاحب علم، يعني ينسب إلى العلم لأنه يذكرنا به. فقومها بيقولوا يعني يا من عشت بيننا حياة التعبد والزهادة والربانية، فصرت تذكريننا بآبائنا الأماجد، فصرت عندنا مثلا لهارون النبي الكريم الذي يضرب به المثل في اللي مضت يعني. ليس إذن الأخوة هنا يعني أنك تؤاخينه منزلة ومرتبة ومكانة، كانت عادتهم في التشبيه كده. طيب، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. طيب، ستنا السيدة مريم ألقت بكل هذه الحمول والهموم على سيدنا عيسى، لأنه الضمان جاء منه، لأنه فناداها من تحتها ألا تحزني، يعني ألا تحزني. ولما رأت منه البوادر المعجزة وركنت واطمأنت إلى أن شأنه كله إسعاد في إسعاد، وشأنه بأكمله أنه ممتع بإسعاد كل من يتصل به، أشارت إليه. يعني سند أمه من يوم ولادته، من لحظة الميلاد، وتحمل عنها هذا الكرب الذي أوصلها إلى أن تقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. طيب، فأشارت إليه. يعني كل اللي انتوا بتقولوه، كل هذه الإشكالات الموجودة عندكم والأزمة الحاصلة، هنا هو تلاقوا هو الجواب عنده هو. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فتجلت المعجزة الباهرة والساطعة أمامهم جميعا وعلى رؤوس الأشهاد، إذ نطق هذا الصبي اللي يمكن هي قامت من المخاض وحملته ورجعت به، يعني يمكن في نفس يوم مولده أو بعدها بيومين ثلاثة. يعني الصبي عمره ما يجري على لسانه كلام معرب فصيح مبين إلا بعد كام وكام، لحد ما يبدأ ويتعثر في الكلام وتصدر منه أصوات مبهمة ويناغي أمه وأباه. فإذا بهذا الصبي الكريم المحفوف بالعصمة والنبوة والإكرام والتمجيد من منذ الأزل، إذا به ينطق بلسان فصيح مبين معجز، وأول كلمة كما أشرت لك في بداية الحلقة، أول كلمة نطق بها هي كلمة الأصل والتأسيس الذي تنبني عليه كل الكمالات، قال: إني عبد الله. طيب، آدي أول من قبلي أهو. نمرة 2، آتاني الكتاب. نمرة 3، وجعلني نبيا. نمرة 4، وجعلني مباركا أينما كنت.
نمرة خمسة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. نمرة اللي بعدها وبرا بوالدتي. نمرة اللي بعدها ولم يجعلني جبارا شقيا. نمرة اللي بعدها والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الله كم منقبة كم فخر من المفاخر. إني عبد الله نمرة واحد، آتاني الكتاب نمرة اثنين، وجعلني نبيا نمرة ثلاثة، وجعلني مباركا أينما كنت أربعة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أدي خمسة، وبرا بوالدتي ستة، ولم يجعلني جبارا شقيا أدي سبعة، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أدي ثمان مناقبه. أم ربنا يشير إلى هذه المناقب الثمانية فيقول لك إيه؟ ذلك عيسى ابن مريم، أدي ملخص عيسى أهو، أدي ملخص حياة سيدنا عيسى أهو. عبد الله، آتاه الكتاب، جعله نبيا، برا بوالدته، لم يكن جبار. الله، أدي ملخص سيدنا عيسى. يعني لو أردنا أن نلخص سيدنا عيسى عليه السلام في كلمات هيطلع هذه الكلمات المعدودات. أدي المناقب والمهام والوظائف العليا التي قام بها سيدنا عيسى في ضمير البشرية. نعرف نفصل فيها شوية؟ طبعا. طيب، نمرة واحد، قال إني عبد الله. فكان العلماء يقولوا وصف العبودية لأهل النبوة هو أكمل وأرقى الأوصاف. ولذلك رب العالمين يقول مثلا عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فاختار الله له في مقام التكريم والتفخيم والتمجيد الأعلى، اختار الله له أشرف الأوصاف. وكان الشاعر يقول: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. يعني إذا أردت أن تنسبني إلى من أحببت أنسبني إليه بوصف العبودية له. طيب، فسيدنا عيسى أراد أن يقول: أول أساس تنبني عليه كل الكمالات الآتية أنني قائم بالكمال في صفة العبودية للحق. قال إني عبد الله، وهنا معنى مهم. طب ما أنا بقول أنا عبد لله وإنت بتقول أنا عبد الله وكل السادة المستمعين بيقولوا كده، كل إنسان بيقر على نفسه بالعبودية للمولى، فين الافتراق بين ما نقوله نحن وألفه الناس؟ إحنا كلنا يا أخي عبيد لله، وأنا عبد لله، العبد لله اللي بيكلمك، بنقول كده كلنا، فهي شائعة مستعملة. لكن فين وأين بالضبط موضع الفرق والخصوصية التي ميز الله بها تعالى سيدنا عيسى؟ ميزه الله تعالى بوصف الكمال المحض في العبودية. يعني هو صادق في صفة العبودية صدقا تاما، يعني ليس فيه ذرة في كيانه وفي إراداته وفي قلبه وفي خواطره تنصرف فيها العبودية لغير الله. أظن ده معنى يحتاج إلى شيء من التفصيل. صح طبعا سيدي. بعد إذن حضرتك نستأذن حضرتك نعرفه بعد الفاصل. بكل سهولة. فاصل ونرجع لحضرتكم تاني مع هذا المعنى الراقي مفهوم العبودية في سيدنا عيسى المسيح ابن مريم. فاصل ونرجع لحضرتكم. رجعنا لحضرتكم بعد الفاصل. كنا بنتكلم سيدي عن المعنى الدقيق للعبودية. لا، أنا مش هتكلم عن المعنى الدقيق، احنا هنسمع منك الأول حاجة من الإنشاد، وإلا منيش قايل المعنى الدقيق. لا سيدي، أقول أنا زي ما حضرتك قلت في أول حلقة، كنت عامل قصيدة للسيد المسيح بمدحه يعني فيها، اسمها عيسى حبيبي. نعم. تقول: جالها الأمين جبريل يبشرها، قالت له: بس ازاي ده مش معقول، مش عارفة انه ربنا اختارها، وان الجنين ده في يوم هيبقى رسول. يا مريم ارضي بحكمة المولى، والله ده من رحمته بيكي، وإن جعتي هز بإيدك النخلة تنزل رطاب علشان يغذيكي. يا مريم ما تخافيش، اهدي ما تدمعيش، ده انتي من المؤمنين، بكرة ابنك يكون بشرى ونور للعيون ونبي من الصالحين.
يا رب طول عمري بحلم أقابل ستنا مريم واخد في حضني سيدنا عيسى حبيبي في الجنة تجمعني بيهم نفسي أسلم عليهم يا رب تجعل لقاهم من نصيبي. شافوا الولد ظنوا بمريم سوء قالت بخوف ساعدني يا ربي وفي اللحظة تيجي المعجزة من فوق ينطق يقول أفديك يا أمي وأنا ليك جايب معجزات وآيات علشان تأمنوا بربكو ربي ومعايا بشرى بخاتم الرسالات نبي اسمه أحمد جاي من بعدي. يا مريم ما تخافيش اهدي ما تدمعيش ده انتي من المؤمنين بكرة ابنك يكون بشرى ونور للعيون ونبي من الصالحين. الله 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 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصل وسلم على سيدنا عيسى عبدك ونبيك ورسولك وعلى سيدنا موسى وعلى سائر أنبياء الله والمرسلين. طيب يا مصطفى كنا وقفنا عند إنه سيدنا عيسى عليه السلام أجر الله تعالى على لسانه الشريف في لحظة النطق في المهد في هذه المعجزة الظاهرة التي يبين الله تعالى بها عظم منزلة سيدنا عيسى عنده في الملأ الأعلى. أجر الله تعالى على لسانه ثمن مناقب ثمن صفات ثمن خصال. كانت النقطة الأولى منها قال إني عبد الله. وكنا بنقول قبل الفاصل وقبل ما تتفضل وتسمعنا هذه الكلمات الساميات في سيدنا عيسى كنا بنقول إنه أول كلمة قالها قال إني عبد الله. فين بقى موضع الافتراق والتميز والمرتبة الرفيعة التي يمثلها سيدنا عيسى في ظل أن الكلمة شائعة وإحنا كلنا بنقول يعني أنا عبد الله؟ والإجابة على هذا السؤال أن صفة العبودية في الأنبياء الكرام وفي رسل الله وفي من هو على قدمهم وعلى مسار الوراثة لهم من الأولياء والعارفين المتعلقين بأهداب الأنبياء والمقتدين بهم صفة العبودية عند كل أولئك القوم تطلق بمعناها الكامل يعني معناها المحض الصافي الخالص. يعني أنا ممكن أقول لك أنا عبد لله وأكون صادق فيها بنسبة 50% 60% ولا يمكن 10% وبقية نسبة الصدق في الكلمة تكون موجهة للدنيا أو للنساء أو للفلوس أو للمنصب أو للجاه أو للشهرة أو لمتع الحياة. فبينما أنا أقول لك باللسان أنا عبد لله بس خواطري وعقلي وإرادتي متعلقة بأمور الدنيا والفلوس والعربية والمنزل والوجاهة والشهرة فهو صادق في كلمته وفي وصف العبودية بنسبة 10% يبقى أو 20% أو 30% بس في حاجات تانية يعني بس حقيقة الحال الذي يشغل باله من جوه أنه مستعبد لأمور كثيرة وأن عبوديته الصادقة والموجهة للمولى يمكن تكون نسبة 10% أو إن عظمت أو نسبة 50% ولا 60 وده يبقى شخص يعني بيمشي نفسه بيدفع نفسه بطريق إلى طريق الحق بكل ما يملك. لكنها كلمة غير صادقة صدقا تاما كلمة منتقصة كلمة تتوزع فيها عبوديته وهواه وتعلقه على أهواء كثيرة. ولذلك كان سيدنا مثلا يقول لك تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار ما هو سماها عبد للدرهم هو وسماها عبد للدينار يبقى إذا خلبه المال استعبده المال أو استعبدته الأهواء فهو عبد انتقصت العبودية منه للحق بقدر ما توزعت العبودية إلى أشياء أخرى. إذا جاء سيدنا عيسى وقال إني عبد الله فهو عبد محض
فهو عبد كامل صادق صدقا تاما، كل ذرة فيه مستعبدة للحق، ليس للدنيا ولا لأهوائها سلطان عليه، أعتق من رق الدنيا والمال والأهواء، عبد محض كامل في عبوديته للحق جل جلاله. نعم. ربنا يبارك فيكم سيدي ويحفظكم. للأسف يعني وقت الحلقة خلص، واستمتعنا فيه بسيدي المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. شكرا لحضرتك سيدي. شكرا جزيلا. وإن شاء الله بكرة حلقة جديدة مع حامل المسك بصحبة سيدي وشيخي فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري.